ايكونومي جيستيون. اليوم عندنا ايكونومي والحمد لله جاي في المتناول. هذا الحاجه الوحيده اللي كنت خايف منها انه دفوا ايكونومي، الحمد لله جاي سهل هكا. والله الحق شنو نكذب عليك، تخلينا فارس الدفوا خلينا فارس الدفوا، راه ما سافا خرج بالوقت او كان باش تخير علينا وعدينا بالكدا. هاي دخل تحت البروف قعد دكاكة، معناها سافا عملنا جو، معناها تنحى ستريس، معناها كي ضحكنا وكل شيء الحمد لله. غدوة نعديو مات وفرنسي، ما نصورش حاجة صعيبة زادة، خاطر هذيك هي المات حطوهمنا في كاتشاب بيتر، وهذيك هي في دوفوار يجيو كات اكزرسيس، معناها كل شابيتر يجي في اكزرسيس، معناها فماش حاجة تخاف منها، اللي تقراه تلقاه هكا. ايكونومي اقتصاد صعيب شوية، مش خايب مش باهي، سافا بقدرة ربي فما كان الخير، وإن شاء الله يرخفوا لنا شوية على العصا وبقدرة ربي فما كان الخير، ناس كلها تنجح، ناس كلها تفرح، فما عباد راهو كي تدخل ساعات تبدا داخل بعضه، فهم شنو يبدا عارق يبدا حاجة، أنت جيت تشده معناها وزيد تبدا تحكي معاه درا كيفاش باش تزيد تدخلوا بعضه، فهم شنو دونك ماذا بيك هكا من فوق لفوق، حتى كي تجي باش تكلمه مش هكا تدخلوا بيك ويجا منا ويجا منا وعمل هكا هكا شربة ميد أبو سميد يبل وجهه بالريق وفهم شنو ويدخل عادي دفور على رأيه. يعني الجانب النفسي لازم يكون حاضر، الجانب النفسي لازم يكون حاضر، سينورا والعباد أكترا معناها كورونا ودنيا معناها وزيد عباد تقرأ جمعة بجمعة كمل شزيد انت تجي تدخلوا بعض وهو داخل يعدي دفور ما يجيش منه زادة، إن شاء الله تفرحوا والديكم وين يقول كلمة برك راهو حتى ما غير باك راهو فما ألف ثنية في الدنيا راهو حتى كان جيت ما كتبش ربي حاجة راك ما تخافش. ايكونومي سافا ساهل على الآخر، جست الواحد لازم يكون حافظ بالكدا، معناتها دفور في المتناول الحقيقة مش صعيب حتى تر، بروفيت سافا مريقلين يعسوا بالكدا فماش حس جونتي سافا شوية بونبون مي غدوة مات فرونسي سافا سافا ديجا خلاو شي في المات بريسك، بون كوراج وربي معاكم ما تخافوش ما تستريسوش رواحكم والبكالة. اليوم عادينا إسلامية حقيقة كانت الأوضاع محليها البروفيت محليها هم حقيقة يضحكونا وسهلين معناها سافا يضحكونا في وجونا تنحي ستريس شوية وكوميم كتلقى بروفيتك يضحكوا باهي مش خايبين، كانك على الدفوار كان ساهل يعني في المتناول ماهوش صعيب ياسر الناس كل تنجم تخدمه وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل، احنا نخدموا على ارواحنا وان شاء الله جبنا ربي جبنا في الصواب. عديت تكنيك ستريكت شويه ما لاقين راحت، جابوا لنا النمذجه اللي كيما قلنا احنا تعرضناش ليها في دفوار عامناه وجات السنه وبالزهر كيما قلنا احنا ريفزت كيما قلنا احنا النمذجه لقيتها حاجه متمكن منها دفوار وكا. سيونس كانت ممتازه على الاخر، فما بروتوكول صحي من ناحيه الكوفيد ما نخافوش، كل شيء معقم كل شيء مريقل، اساتذه اللي عسوا علينا باهيين على الاخر يحاولوا ينقصوا لنا من ستريس، جو تحفون على الاخر في الدفوارات نفسانيا مرتاحين على الاخر.